خلينا نعرف أكثر نيرمين، كيف حيكون طقسنا بالأيام المقبلة؟ هيك حيكون في منخفضات؟ وشو أخبار أمطارنا ومحافظاتنا السورية؟ أكيد معنا اتصال مع المتنبئ الجوي حسان الجردي. سعد صباحك أستاذ. صباح الخير. سعد صباحك يا أهلي. صباح الخير لإلك وأهلا وسهلا بحضرتك. يسعد صباحك. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك استاذ حسان. كون نحن اليوم السبت وبدايه الاسبوع، خلينا نتعرف على درجات الحراره كيف راح تكون خلال الايام القادمه. شكرا عينك. بدايه صباح الخير لك للاخباريه السوريه. بالنسبه لاحوال الطقس خلال 24 ساعه القادمه ولمحافظتها على الحاله الجويه خلال الايام القليله القادمه، نحن هلا عم نتاثر بحاله استقرار بعد حاله عدم الاستقرار اللي تاثرنا فيها في نهاية الأسبوع الماضي، وأدت لهطولات مطرية كانت جيدة نوعا ما بالساحل السوري ومقبولة بباقي المناطق. هلا نحن بلشنا بحالة استقرار تستمر تقريبا حتى منتصف هيدا الأسبوع، تؤدي إلى ارتفاع على درجات الحرارة، الحرارات بتكون أعلى من المعدل اليوم من درجة لثلاث درجات مئوية، والأجواء بين الصحوة والغائمة جزئيا بشكل عام، هذا كله نتيجة تأثرنا بمرتفع جوي عم يمتد بكافة طبقات الجو. خلال ساعات الليل عم تكون الاجواء بارده نوعا ما ومنحذر من تشكل الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر في معظم المناطق الداخليه، والرياح متقلبه الى شماليه غربيه خفيفه السرعه والبحر خفيف ارتفاع الموج، ودرجه حراره مياه البحر عم تكون 20 درجه مئويه. نهار بكره في انخفاض طفيف على درجات الحراره وتتظل الحرارات باغلب المناطق والمدن على امتداد الجغرافيا السوريه اعلى من معدلاتها بقليل، والجو بين الصحو والغائم جزئي بشكل عام. اما خلال ساعات الليل بكره الاجواء بالليل بتكون ابرد من اليوم، فبتكون الاجواء بارده ومنحذر من حدوث الصقيع فوق المرتفعات الجبليه العاليه وتشكل الضباب في اغلب المناطق الداخليه. اما درجات الحراره المتوقعه بتامن العاصمه دمشق اليوم 17 في الميتره، 16 في القلموان المرتفعات الجبليه، 12/4 المنطقه الجنوبيه درعا والسويداء، 19/8 المنطقة الوسطى حمص 14/8 حماس 16/7 منطقة الجزيرة محافظة الحسكة 18/5 ساحل السوري اللاذقية وطرطوس 22/13 في الشمال حلب 16/5 إدلب 18/5 دير الزور ورقة المنطقة الشرقية 16/5 بالبادية تدمر 15/5 الأجواء مثل ما ذكرت أجواء بتضلنا معنا مستقرة تقريبا حتى منتصف هيدا الأسبوع. ليوم الثلاثاء بتبلش الأجواء تتغير بشكل تدريجي وبتتحول الاجواء الى غائمه جزئيا يوم الثلاثاء لحتى نستشعر بحاله عدم استقرار بتكون من متوسطه الى ضعيفه الشده، بتبلش من المناطق الساحليه والشماليه الغربيه خلال ساعات الليل نهار الثلاثاء، بتكون فرصه الهطول ان شاء الله نهار الاربعاء والخميس باغلب المناطق باذن الله تعالى. طيب استاذ حسان، خلينا نحكي عن الامطار ونسبه الامطار لهي السنه، هل هي كانت حول المعدل او كان في نقص؟ هلا بالنسبه للهطولات المطريه الحمد لله نحن نستنى بفصل الخريف في فرق كبير من الهطولات المطريه للسنه هي والسنه الماضيه، الفروقات تجاوزت ال 40 وال 45 ملي في بعض المناطق، والحمد لله رب العالمين النسبه جيده جدا بالنسبه للهطولات المطريه باغلب المناطق، يعني كانت في هطولات ولكن نتمنى ونتامل باذن الله باقي الموسم المطري تكون الهطولات افضل وتكون كميات الهطول افضل بكثير وتكون موزعه خاصة خلال الأشهر القادمة على كافة الأشهر، لأنه كل ما كانت الهطولات المطرية موزعة كل ما كانت الفائدة منها أكبر واستمراريتها خلال أيام فصل الصيف بتكون أفضل بكثير. أستاذ حسان، يعني إحنا رسميا ما دخلنا بفصل الشتاء، ولكن كيف ممكن يعني توقع لهي السنة كيف ممكن تكون حالة الشتاء؟ هل رح مثل السنة الماضية يكون درجات الحرارة كتير منخفضة، كتير كان في حالات يعني أيام من الصقيع إذا بدنا نقول رشا، فكيف متوقع يكون الشتاء هي السنة؟ هلا بداية فصل الشتاء ببلش فلكيا ب 21 الشهر، يوم 21 الشهر موعد الانقلاب الشتوي، وتحديدا هو رح يكون هيدا السنه ب 22 الشهر موعد الانقلاب الشتوي، اول ايام فصل الشتاء ببلش باقصر نهار بالسنه واطول ليل بالسنه. فصل الشتاء 22 الشهر كانون الاول هو موعد بدايه مربعينيه الشتاء، والشتاء بينقسم الى قسمين، مربعينيه الشتاء اللي بتبلش بموعد الانقلاب الشتوي اللي هو بيكون اول ايام 22 كانون اول، وبيخلص بتخلص المربعانيه ب 30 او 31 كانون ثاني. هلا وهو المربعانيه بتكون هي القسم الاشد بروده والاكثر درجات حراره منخفضه
واكثر تاثر بالمنخفضات المطريه اللي بدنا او القطبيه اللي بدنا نعيشها خلال ايام الشتاء القادم. هلا ان شاء الله راح تكون الاجواء بشكل عام كيف ما كان فصل الشتاء اسمه فصل الشتاء، فبدها تكون اجواء فيه بارده، وببعض الاحيان اكيد راح يكون هناك في منخفضات قطبيه بدها يتصرف هواء قطبي على المنطقه، مصدره راح يكون القطب، بتدفق رياح شماليه بتكون رطبه ان شاء الله بتؤدي الى هطولات مطريه، وان شاء الله بنشاهد منخفضات بتكون جيده نوعا ما وممتازه بهطولات المطريه وهطولات ثلجيه بنشهدها خلال هذا الموسم المطري، لانه قد ما يكون في هطل مطري ان ما كان في هطولات ثلجيه ما بتكون التغذيه كبيره بالنسبه لمعدلات المياه الجوفيه، لانه الثلج هو خميره الارض، هو اكثر شيء بتستفاد منه الارض بطبقات الباطنيه وبتخزن المياه الجوفيه وبتعطي دعم كبير للمياه الجوفيه خلال موسم الصيف، فان شاء الله بتكون اجواء جيده جدا. اما بشكل عام رح يكون مثل ما ذكرت الشتاء نوعا ما رح يكون ايامه بارده، وبشكل عام الشتاء بيكون بارد، ولكن نحن الشيء اللي بدنا نميزه بشهر بفصل الشتاء ما بين شتاء يكون بارد وجاف او شتاء يكون بارد ورطب، ان شاء الله بتكون الاجواء بارده ورطبه باذن الله تعالى. ان شاء الله استاذ حسان المتنبئ الجوي بدنا نشكرك ونتمنى يكون عن جد هذا الفصل خفيف علينا، والله يبعث الخير بالنهايه. شكرا لك استاذ.